مرحبا، اليوم راح نقدم شروحات علمية للصف السادس للفصل الدراسي الثاني. اليوم انتقلنا للوحدة الثانية اللي هي المحاليل وطرق الفصل. اليوم راح ندخل شوية معلومات تكون شوية كيميائية من علم الكيمياء. راح نقدم اليوم درس ألا وهو ما هو المحلول وما هو الراسب. بالأول قبل أن ننطلق ونعرفك ما هو المحلول والراسب، كبداية لمفاهيم الكيمياء دائما يعطونك مفهوم اللي هو المخلوط، وأيضا عندي كلمة المحلول. ركز على الكلمتين هذه راح تمشي معاهم للجامعة إذا أنت فهمتهم صح. عندي المخلوط، المفاهيم الأولية للكيمياء المخلوط والمحلول. المخلوط شنو معناته؟ افهم معي، ركز معي شوية. لما نعد سلطة راح تقص الطماط والخيار والبصل وممكن خضروات كثيرة، لما نخلطها مع بعض وحطها في طبق، لما أقول لك تعال طلع لي الطماطة راح تشيل الطماط، تجي تفصل المخلوط. بفهمك هي أن أقدر أشوف المكونات اللي فيه، هذا هو المخلوط، أني أقدر أشيل الطماط، أقدر أشيل الخيار، أقدر أشيل البصل، أقدر أشيل مثلا شنو موجود عندي هني الخس، فأقدر أني أفصل وأقدر أرد ومخلطهم مرة ثانية. فهو ما أعطاني مادة جديدة، المخلوط لا يعطي مادة جديدة، هو نفس المكونات الموجودة الأجزاء لكن أنا خلطها وأقدر أني أفصلها. خل نشوف التعريف الموجود عندك لكلمة المخلوط في الكتاب. تعريف المخلوط هو يتكون من مادة أو أكثر. شنو قصد من كلمة مادة أو أكثر؟ يعني مواد، يعني سواء كان عندي بصل، طماط، خيار، يعني مواد مختلفة أقدر أخلطها تختلط. ركز على كلمة تختلط معا ويمكن، ركز، ويمكن فصل المكونات. أقدر إني أنا أفصل هذه المكونات، يعني أقدر أقول لك إني بصورة طلع لي طماط، راح تقول لك هاي موجودة، أقدر إني أستخرجها، طلع لي مثلا الخيار كاهي موجودة أقدر أطلعها. فإذا أنا قدرت أخلط شيء وأقدر أشوف مكوناته وأقدر إني أطلعه وأفصله، هذا يطلق عليه بماذا؟ بالمخلوط. ركز على كلمة المخلوط. يعني نفس عندنا احنا تقاليدنا في الكويت، لما يكون ان شاء الله نقبل على شهر رمضان، عندنا موسم في نصف رمضان اللي هو القرقعان. لاحظوا القرقعان، يكون عندي سلة كبيرة موجودة انواع مختلفة من الحلويات، صح، والكاكاو وكل شيء موجود عند الاطفال. اقدر اني انا اختار، معنى مخلوط هذه المكونات تعتبر مخلوط. ليش؟ لأن أقدر أنا أنقي الكاكاو اللي أبي من القرقعان، أقدر أنقي البسكوت، أقدر أنقي مثلا الحلاو موجود في القرقعان، وأقدر أني أخلطه مرة ثانية. دام شيء أنا خلطته مع بعض وقدرت أني أنا أفصله، هذا يعتبر مخلوط. اللي عكسه منه؟ اللي عكسه اللي هو المحلول. شنو معنات المحلول؟ خلنا نقول التعريف ماله، هو مزيج متجانس. ركز على كلمة متجانس، هذه راح تتكرر عندك وايد، كلمة متجانس، ناتج عن ذوبان. ركز على كلمة ذوبان، مادة أو أكثر في مادة أخرى. فإذا المحلول، ركز على الكلمتين اللي أنا حطيت عليهم خط، وهو التجانس والذوبان. المحلول مثل عندي مثال عليه بسيط جدا في حياتنا اليومية، تلاحظ أبوك أو من أحد من أهلك إنه لما يشرب كوب من الشاي يضع السكر، لاحظ السكر هذا يذوب في الشاي، لا يمكن إني أنا أقدر أحط إيدي وأطلع السكر من الشاي، لا يمكن فصله،
نفس المخلوط، المخلوط يمكنني أطلعه، لكن المحلول لا يمكن فصله عن مكوناته. راح أحط معلومة هني، لا يمكن الفصل، ما أقدر أني أطلع السكر، ما أقدر أحط إيدي وأطلع مكعب السكر اللي قطيته أو السكر هذا، أقدر أني أطلع حبيبات السكر، ما أقدر، خلاص يذوب داخل هذا الكوب الشاي. فلازم تركز على المعلومات الأول شيء في مفاهيم الكيمياء، اللي هو لازم تعرف شنو معنات مخلوط وشنو تعرف معنات محلول. المخلوط عدة مواد تختلط مع بعضها، ما يهمني الكمية، لكن أقدر أنا بالعين وباليد أني أقدر أني أفصلها، أقدر أفصلها بسهولة، ما أجد فيها صعوبة. لكن المحلول أجد صعوبة كبيرة في الفصل، لا يمكن أن أقدر أفصلها، وهو مزيج متجانس يعني يختلط مع بعضها، ما أقدر ألاحظ وين راح المادة الثانية في المادة الأولى. وهو أساسا يأخذ مفهوم الذوبان مادة في مادة أخرى، فركز على هذه المعلومات. والحين ننتقل لإعطاء مفهوم أكثر عن المحلول. المحلول يتكون من جزئان، ألا وهو مذيب، وأيضا عندي مذاب. ركز على الكلمتين هذه، مذيب ومذاب. أول شيء نعرف كلمة المذيب. المذيب هي مادة لها القدرة على تفكيك جزيئات المذاب، وهي دائما تمثل ماذا؟ أكبر كمية. دائما المذيب يكون أكبر كمية، بعد شوي راح أشرح لك ليش هي أكبر كمية. وأهم مذيبات، وأهم مذيب نستخدم إحنا في حياتنا اللي هو الماء. مثل ما ذكرنا سابقا الشاي مع السكر، الشاي كيف نصنع الشاي؟ نضع أوراق الشاي مع الماء. فأهم مذيب عندي اللي هو الماء. أما مذاب، ركز على كلمة مذاب. المذاب هي مادة أو أكثر، ممكن أضع مادتين أو أكثر داخل المذيب، تتفكك، هي التي تتفكك، تتفكك جزيئاتها وتذوب. ركز على كلمة وتذوب في مادة أخرى، مثل اللي احنا قلنا سابقا الملح أو السكر. أكثر أشهر شيء عندي من المواد التي تذوب أو من أنواع المذاب في المواد أخرى، مثل عندي الملح والسكر. إما تكون في ثلاث حالات، إما تكون في الحالة المذاب، إما يكون في حالة سائلة، أو يكون في حالة غازية، أو مثل حالة السكر في الحالة الصلبة. دائما يكون المذاب هو أقل كمية، يوضع منه أقل كمية. نشرح الحين ليش المذيب أكبر كمية، مثل اللي خذنا المثال السابق اللي هو كوب الشاي. كوب الشاي دائما كمية السائل تكون أكبر، فلاحظ كمية السائل تكون أكبر، لكن المذاب كمية السكر اللي وضعناها في كوب الشاي يمكن نضع كمية كبيرة أو مساوية لكمية السائل، نضع كمية قليلة. فدائما المذاب اللي يذوب داخل ويتفكك جزيئاته، لاحظ السكر أول ما نضعه في كوب الشاي يتفكك، لا يظل كما هو في الحالة الصلبة، بل يتفكك جزيئاته وينتشر داخل هذا المذيب. فإذا المذيب هي مادة، هي المادة لها قدرة أنها تفكك لها الجزيئات وتخليها تذوب فيه. أما المذاب هو اللي يتفكك داخل مادة أخرى، لاحظ، وتذوب في مادة أخرى،
هي اللي تتفكك داخل المادة، ودائما تكون كميتها أقل أما كمية المذيب دائما يكون كميته ماذا؟ أكبر. وأما يكون المذاب في حالة سائلة أو صلبة أو قازية، وأهم مذيب اللي هو ماذا؟ الماء. دائما لما نقوم بأي محلول، بأي محلول نقوم فيه، لاحظ كوب الشاي، لما نصنع كوب الشاي، خلينا نرسم كوب الشاي، it's like normal. كوب الشاي لما نحط احنا السكر يذوب، لكن لما احنا لما نخلص من شرب كوب الشاي نلقى بقايا من السكر، هذه البقايا نطلق عليها راسب، لان احنا وضعنا مادة صلبة. فاذا هذا هو المحلول، خلطنا مادتين طبعا مذيب ومذاب، لكن الأغلب من المحاليل يكون هناك ماذا؟ وجود راسب. هذا الراسب ما هو تعريفه؟ الراسب هذا هو المادة الصلبة المتشكلة في المحلول السائل. أوكي، فإذا المحلول غالبا إذا كان خاصة المذاب في الحالة السائل، قصدي الصلبة، لما يكون المذاب في الحالة الصلبة كالسكر، دائما نلاحظ في قاع الكوب هناك بقايا من السكر، فهذه دائما يطلق عليه بكلمة ماذا؟ بكلمة راسب. فالراسب اللي يعني راسب شنو معناته؟ معناته شيء ترسب في القاع، يعني نزل إلى القاع وتكون في القاع بسبب ثقله أو كثافته، نزل في القاع، فهي هي معنات الراسب اللي هو مادة صلبة متشكلة في المحلول السائل. هني انتهينا من حصتنا اليوم، أتمنى أنكم استفدتم من المعلومات المقدمة. نلقاكم إن شاء الله في حصص قادمة. أستودعكم الله.